نجحت المعارضة الباكستانية في إطاحة عمران خان من الحكم وانتخاب شهباز شريف زعيما للأغلبية البرلمانية ليتولى منصب رئيس الوزراء ويشكل لاحقا حكومة جديدة وسط أزمة سياسية يتوقع أن تمتد لشهور. أما خان والذي لم يتقبل الخسارة فقد توعد بنقل المعركة إلى الشارع في تطور يضع البلاد المأزومة أصلا سياسيا واقتصاديا وأمنيا أمام احتمالات مفتوحة، كما يضع الحكومة المقبلة أمام معضلة النجاح في مهمتها أو أن تبقى في نفس المستنقع والذي أخفقت فيه حكومة خان. لمناقشة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة دكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور مروان صباح الخير. صباح النور، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. بداية دكتور مروان، هل يمكن القول أن عمران خان دفع ثمن ابتعاد حكومته عن الفلك الأمريكي واقترابها من المحور الروسي الصيني؟ أنا أميل إلى أن أضع ما جرى في باكستان يعني خلال الأيام القليلة الماضية في إطار صراع نخب باكستانية. هذه أول مرة ربما يتم فيها عزل رئيس الوزراء بطريقة حجب الثقة عنه في البرلمان. بالعادة يتم الإطاحة برؤساء الحكومات إما عبر انقلاب عسكري. أنت بتعرفي أنه باكستان حكمها العسكر لحوالي 33 سنة من أصل يعني 75 سنة هي عمرها اليوم منذ نشأتها في عام 1947، أو من خلال احتجاجات في الشارع. يبدو هذه المرة أنه الإطاحة بحكومة عمران خان كانت من خلال البرلمان الباكستاني، لذلك هي أول حكومة فعلا يطاح بها من خلال حجب الثقة عنها في البرلمان. بدون شك يعني سياساته سواء كانت الداخلية أو الخارجية تم استخدامها أو استغلالها من قبل المعارضة لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات للإطاحة به. ويعني معظم المحللين أو معظم المراقبين للوضع الباكستاني يقول بأن الإطاحة بعمران خان عمليا كانت إلى حد كبير بسبب تخلي الجيش عنه، بمعنى أنه جرت الجيش هذه المرة ترك لهذه الصراع بين النخب أن يأخذ مداه حتى النهاية، وأدى في نهاية المطاف إلى خروج عمران خان من الساحة السياسية. لكن ربما يعني هذا لا يعني نهاية حياته السياسية، لأن الرجل ما زال يتمتع بشعبية كبيرة خاصة في أوساط الشباب الباكستانيين. صحيح أنه هو لم ينجح في كل ما وعد به عندما جاء إلى السلطة في عام 2018، خاصة لجهات يعني ذكرت أنه هي سابقة أن يطاح برئيس حكومة في باكستان لأول مرة عن طريق حجب الثقة في البرلمان. إلى ماذا يشير ذلك، خصوصا أنه عمران خان لم يتقبل الهزيمة، توعد بنقل المعركة إلى الشارع لعرقلة عمل الحكومة وأيضا الضغط من أجل إجراءات انتخابات مبكرة. هل يمكن لخان أن ينجح في أن يكون حجر عثرة في طريق الحكومة المقبلة؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني عمران خان لن يستسلم بسهولة، يعني هو معروف عنه أنه صاحب إرادة يعني صلبة وقوية، فالأرجح أنه لن يستسلم بسهولة أمام ما حصل ب يعني خلال يومين الماضيين من إطاحة حكومته. هو على الأرجح سيلجأ إلى الشارع الذي يعني يعتمد عليه إلى حد كبير، ويعتمد على الشباب بشكل كما ذكرت لك يعني لديه شعبية واسعة بين الشباب في الشارع الباكستاني. لذلك سوف نشهد يعني أول كلمة له أعتقد ستكون غد أو بعد غد أمام حشد كبير من أنصاره. سيحاول أن يستخدم الشارع بشكل كبير. أيضا يعني لا تنسي بأنه هو يعني معظم أو جميع أعضاء حزبه حركة تحريك إنصاف أو حزب تحريك إنصاف قدموا استقالاتهم من البرلمان بالأمس، وهذا يعني أنه جزء كبير من شرعية البرلمان أصبحت يعني محل شك. الآن سوف يدفع على الأرجح إلى انتخابات مبكرة، وكانت هذه خطته بالأصل. يعني أنه بتعرفي أنه هو يعني قام بحل البرلمان أو طلب من رئيس الدولة أن يقوم بحل البرلمان وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة الدستورية سرعان ما ألغت هذا القرار. طبعا هو قام بذلك لمنع التصويت على حجب الثقة على حكومته، لكن المحكمة الدستورية عادت وألغت هذا القرار واعتبرت أنه لا يمكنه أن يحل البرلمان، لأنه أصلا في تعديل دستوري أصبح يعني ساريا تم وضعه بالعام 2018
وجعل من الصعوبة بمكان أن يتم حل البرلمان كما كان الحال عليه سابقا. لذلك نعم أرجح أنه سيذهب إلى استخدام الشارع إطلاق واسع وأن يدفع باتجاه انتخابات برلمانية مبكر، لأنه يعتقد بأنه الانتخابات البرلمانية سوف تعيده إلى السلطة من جديد. نعم دكتور مروان، في ظل هذا الواقع هذه كلها تحديات ستواجه الحكومة المقبلة التي من المتوقع أن يشكلها شهباز شريف، بالتالي ما هي أبرز التحديات في ظل واقع اقتصادي أصلا مأزوم وحالة من التضخم والديون وغيرها؟ وهل سينجح بالفعل شهباز شريف في تشكيل حكومته برأيك، خاصة أيضا أن هناك تطورات على الصعيد الأمني، هناك مخاطر أمنية اقتصادية فضلا عن الأزمات السياسية؟ شهباز شريف لديه أغلبية واضحة في البرلمان، هي التي أسقطت حكومة عمران خان، لذلك على الأرجح أنه سينجح في تشكيل حكومة. لكن السؤال الكبير ليس حول مدى نجاحه أو فشله في تشكيل الحكومة، إنما حول نجاحه أو فشله في معالجة التحديات التي لم يستطع عمران خان نفسه أن يعالجها، وأهمها بطبيعة الحال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. أنت بتعرفي يعني العملة المحلية تراجعت قيمتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، باكستان تعد من الدول المتأثرة بشكل مباشر من الحرب الأوكرانية لأنها تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا بشكل كبير، ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس خاصا بطبيعة الحال بباكستان، لكن باكستان يتوقع أن تعاني منه أكثر لأنها يعني أوضاعها الاقتصادية ليست سهلة على الإطلاق، ورغم أنها تمكنت من الحصول على يعني من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لمعالجة أوضاعها الاقتصادية الصعبة، إلا أنه كما ذكرت لك يعني تحديات كبيرة سوف يواجهها شهباز. طيب. ذكرت حضرتك يعني في بداية المقابلة بأن عمر حكومته لن يكون طويل. نعم ذكرت حضرتك في بداية المقابلة بأن الصراع تعتقد بأنه على الأرجح نخبوي، لكن ارتباط الكثير من الأحزاب الباكستانية بولاءات خارجية برأيك ألا يؤثر على السياسة الداخلية ويؤجج الصراعات بين كافة الأطياف والمكونات؟ لا بدون شك، يعني أنا يعني موضوع العلاقات مع الخارج الأحزاب الباكستانية يعني لا أستطيع أن أنفيها، لكن أصلا لا أستطيع أن أبالغ كثيرا بشأنها، لأن الحاكم الفعلي في نهاية المطاف في باكستان هو جيش الباكستاني، هو الذي يحدد إلى حد كبير السياسة الأمنية والخارجية للبلد، ودائما هو يعني اللاعب الرئيس وراء كل الحكومات التي تشكلت في باكستان يعني منذ الاستقلال. وعندما يعني تذهب حكومة يعني بعيدا عن الخط المرسوم من قبل المؤسسة العسكرية، عادة ما يتم التدخل من قبل الجيش إما للإطاحة بها أو لإعادتها إلى الخط المرسوم. لذلك أنا يعني لا أميل إلى أن يعني أعول كثيرا على موضوع العلاقات الخارجية للأحزاب الباكستانية في ظل وجود مؤسسة عسكرية باكستانية قوية. وبالمناسبة المؤسسة العسكرية الباكستانية تحظى باحترام كبير في الشارع الباكستاني رغم تدخلاتها المستمرة في السياسة، لأنه تاريخ باكستان قام على هذه المؤسسة العسكرية بطبيعة الحال، وخاصة أن هذه المؤسسة العسكرية أيضا جعلت من باكستان قوة نووية، ومعظم الباكستانيين يفخرون بأن بلادهم قوة نووية قادرة على مواجهة ما يعني خصمهم الأكبر على الساحة الإقليمية وهو الهند. دكتور مروان، ولكن أيضا الجيش الذي نتحدث عنه اليوم هو مفتاح السياسة الخارجية، وكان شريف قد دعا الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدر المساواة، مشددا على ضرورة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الهند. علاقة شريف ربما على عكس أخيه، هناك علاقة ودية تربطه بالجيش، كيف ستلعب دور، كيف يمكن أن تنعكس أيضا على المشهد؟ أنا تقديري أن الجيش كان دائما يستخدم القوى السياسية بطريقة مختلفة طبعا لفرض أجندته. يعني لا ننسى أن الجيش كان يأتي برئيس وزراء ويذهب به، يعني فعل ذلك مع ذو الفقار علي بوتو في السبعينات، فعل ذلك مع نواز شريف الجيش الذي جاء به ثم أطاح به، يعني جاء به ضياء الحق، جنرال ضياء الحق في أواخر الثمانينات، وأطاح به الجيش في أواخر التسعينات. وهذا ينطبق على عمران خان نفسه، لأنه كلنا نعتقد بأن عمران خان جاء في العام 2018 بدعم كبير من الجيش، والآن الجيش يبدو أنه تخلى عنه ما أدى إلى أطاحته في البرلمان. لذلك هذا ما أردت أن أقوله، أن الجيش كان دائما لاعب أساسي في السياسة
يعني المحلية وأيضا في السياسة الخارجية والأمنية للبلد. ربما عمران خان ذهب بالنسبة للدول الغربية، بطبيعة الحال توترت علاقة باكستان كثيرا مع الدول الغربية في عهد عمران خان، لأن عمران خان كان رهانه الأكبر بطبيعة الحال على الصين تحديدا، ونحن جميعا نذكر زيارته إلى روسيا في اليوم نفسه الذي حصل فيه الغزو الروسي لأوكرانيا، أي في 24 فبراير. لكن يعني هذه الزيارة كنا نعرف أنها كانت مقررة من قبل، ونصح عمران خان بأن يؤجلها، لكن حقيقة أصر على أن يمضي بها لاعتبارات مرتبطة بأوضاع باكستان الاقتصادية. طيب ورسائل دكتور أراد أن يوجهها للغرب في نفس الوقت. برأيك ما هي أبرز التحديات التي ستواجه باكستان في المرحلة الحالية والمقبلة؟ الاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد. أنا أعتقد أنه هذا مفتاح يعني نجاح أو فشل أي حكومة في باكستان. يعني أنا أعتقد أن الباكستانيين في نهاية المطاف لا تعنيهم السياسة الخارجية لبلادهم، لا تعنيهم إذا كانت العلاقة أقوى مع الصين أو كانت أقوى مع الغرب. ما يعنيهم بطبيعة الحال في نهاية المطاف هو الأوضاع الاقتصادية التي يتوقع أنها ستسوء أكثر خلال الفترة القادمة، لأنه كما نعرف التضخم العالمي يعني يرتفع بشكل كبير وقياسي وغير مسبوق، ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل أساسي، وباكستان مستوردة للغذاء والطاقة بنفس الوقت، يعني لذلك الضرر سوف يكون عليها مضاعفا في هذه الحال. لذلك أنا أعتقد أن التحديات الأكبر التي ستواجه حكومة شهباز أو أي حكومة أخرى يعني تأتي في المستقبل هي قدرتها على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهي في ازدياد وليست في نقصان. دكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.